جاءوا من كل حدب وصوب ليجتمعوا في تونس الثورة، وحدهم مبدأ مناهضة الإمبريالية والهيمنة الرأسمالية على العالم. إنهم المشاركون في المنتدى الاجتماعي العالمي الذي تأسس سنة 2001 في البرازيل، وتحتضنه تونس في نسخته 12 كأول دولة عربية تحت شعار الكرامة. يطرح المنتدى عدة قضايا إنسانية وسياسية مثل القضية الفلسطينية، ويطالب بحلها حلا عادلا بعيدا عن تلاعب الرأسمالية. أنا فلسطيني، وأهم يعني أولويات لدينا كمجموعة هو الملف الفلسطيني، على اعتبار أنه الشعب الفلسطيني لا زال يرزح تحت الاحتلال ولم تنجز أهداف التحرر والاستقلال. الموضوع الفلسطيني تم طرحه اليوم في هذا اليوم الافتتاحي بقوة. شعرنا بحجم تضامن كبير مع أبناء الشعب الفلسطيني. السياسة كانت حاضرة بقوة، وقضية الصحراء الكبرى العقبة أمام الاتحاد المغاربي برزت بشكل جلي. طالبوا بمطالب سلمية، مطالب للحرية، مطالب لتقرير المصير، مطالب لرفع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب يوميا في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. رأي لا يتوافق معه أبناء المغرب الذين جمعهم نفس المكان. أريد أن نؤكد مرة أخرى على عدالة قضيتنا الوطنية، قضية الصحراء المغربية التي يوما عن يوم تظهر النوايا الحقيقية لميليشيات وعصابات البوليزاريو. الأمازيغ بثقافتهم وهويتهم لم يفوتوا الفرصة للتعريف بهموم ومشاغل المرأة الأمازيغية. أول مرة في دولة عربية وليس في دولة من منطقتنا من المشرق والمغرب، لأنني أنا أمازيغية وألبس اللباس الأمازيغي. ليست أي أرض أرض تونس، فهي أرض الثورة، وهذا اللي خلانا نجيو على تونس باش نقولوا باللي شعب تونس انهار لي طيح الديكتاتورية. شعوب العالم كلها كاع كيما راهي تستنى نفس الشيء، انها تتحرر من الاستغلال ومن الديكتاتورية. الوجع والهم الوطني صبغ مسيرة المنتدى الاجتماعي، فحيثما تجول بناظرك ترى صور شهداء الثورة، والرسالة كانت واضحة لأصحاب القرار. لا نثق في القضاء العسكري، لا نثق في القضاء العسكري، ونطلب من رئيس الجمهورية الحقوقي اللي عنده تصفيرة ولدي أمانة أن ينصفنا في القضاء. يا سيد الرئيس، يا سيد الرئيس، رأي المحاكمة العسكرية محاكمة مسرحية، ما ثماش محاكمة. راهو اللي قتلوا أولادنا يجيلوا الجلسات في حارة صراح. النقيب بثلاثة نجوم اللي قتل ولدي يجي في حارة صراح. يا سيد الرئيس، أنا حملتك أمانة، حملتك أمانة يا سيد الرئيس، وقلت مش نقتص اللي قتلت الشهداء، وتوا عامين وما شفناش اللي قتلوا ولادنا مازالوا في حارة صراح. نطالب بمحكمة مختصة. المنتدى كان فرصة لتعرف الإعلام الأجنبي على الواقع التونسي دون وساطة. C'est la première fois que j'arrive en Tunisie. Première fois que je viens en Tunisie. Pour nous, voilà. أنا لأول مرة أزور تونس. بالنسبة لنا المنتدى الاجتماعي حدث كبير، ولهذا السبب جئنا هنا. هو حراك بديل، ولأول مرة تحتضنه دولة عربية، وهذا مهم لنكون هنا، ونريد كذلك القيام بروبورتاج حول الوضع التونسي. ماذا يحدث في تونس مثل ما يسأل معظم الفرنسيين بعد سنتين من سقوط نظام بن علي؟ Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? C'est la question que se posent beaucoup de Français. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie deux ans après la chute de Ben Ali? المنتدى الذي يرفض الرأسمالية المتوحشة وكل منوال تنموي يسيء للشعوب، يبحث في تونس وضعيات وحقوق المرأة في الوطن العربي، وهي قضية ما تزال محل اختلاف بين الدين والقانون الوضعي. العالم حل ضيفا على تونس، جاءوا من مختلف الأصقاع ليقولوا بصوت واحد لا لهيمنة الإمبريالية ولا لهيمنة الرأسمالية على العالم. المسيرة لم تخلو من عدة مطالب سياسية،
ومنها ما هو مهتم بالشأن الوطني التونسي. عبد السلام فرحات، المنتدى الاجتماعي العالمي، قناة المتوسط تونس.